السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكاتب العام للمكتب النقابي لبائع الخضار والفواكه سوق الجملة المنضوي تحت لواء فدراية النقابات الديمقراطية. احنا كنمثلوا واحد الشريحة ديال التجار اللي كانت في المارشي القديم كتمارس بما فيهم كيمارسوا تجارة ديال بيع الجزر واللفت والديسير على جميع أنواعه. من بعد ساهمنا في عملية التحوال، كنا مساهمين في عملية التحوال وتحولنا للسوق الجديد، تحولنا للسوق الجديد وخدمنا في البلايص اللي اعطانا المجلس البلدي واحد العام. داز عام وتفاجئنا بان المجلس البلدي خرج بواحد القرار تنظيمي بدون مقاربة تشاركية في ظروف سياسية لصالح الناس ديال الحزب ديالهم. وقبل احنا في المارشي القديم كنا درنا واحد المعاينة المارشي القديم في 2014، درنا معاينة على اساس جميع المنخرطين كل واحد واش كيبيع في البلاصة ديالو. بهذا الشكل كاين عندنا تجارة ديال البنان، كاين عندنا الجزر كيف كتشوفوا هاكوا، هذا كيبيع الجزر، ها هي هاد الاثبات هذا درناه في 2014. بحال كنا عالمين على غادي نصطادموا، بحال كنا عالمين بلا ان غنصطادموا مع المجلس البلدي في هذه القضيه، ولكن داز عام هنا وخدمنا نفس المهن اللي كنا كنمارسوا في المارشي القديم. هما اللي كنا كنبيعوا هنا عام تقريبا بما خرج القرار التنظيمي، قلت لك في ظروف سياسيه لصالح ناس الحزب ديال الرئيس السابق، وكنقولها وكنسطر عليها لان في ظروف سياسيه بنا وتحاورنا معاه. قال لك سيدي غادي تسناو الى حين حتى تشدوا الوثائق ديالكم. الان اليوم حنا شدينا الوثائق ديالنا وفاتحين الحوار مع المجلس الحالي ومع السلطة المحلية والإقليمية وكننتظروا الجواب. هاد الناس اللي كنقول انا هاد الناس هاد القرار التنظيمي راه شردهم، خلاو الاماكن ديالهم كيف كتشوفوا اماكن خاوين، البلايص ديالهم خاوين، ومشاو كراو قدام المحلات وكاين فيهم واحد الطبقه اللي جالسه صافي كملات داكشي اللي عندها كملاته. كاين اللي فيهم دار الكرارس، كاين اللي فيهم تشرد، زاد تشردوا عائلات. السبب باش حيدوكم من هنا؟ السبب انه مالي المحلات كيقولوا بان احنا ضريناهم لانه ما خصناش نمارسوا المهن. يعني خصك الا بغيتي تبيع هذه المهن اللي عندنا حنا، خصك الا بغيتي تمارسها خصك تمشي قدام المحلات، والناس بزاف عليهم هذاك الشيء اللي كيعطوا قدام المحلات، يعني ماشي في المحلات، قدام المحلات يعني في القدرون في الشارع العمومي. وحنا ديما غادي يكري لك لا كراو الناس، كراو الناس بواحد الثمن خيالي وهذا ماشي معقول. عندكم الاستفاده ديالنا، احنا عندنا الاستفاده ديالنا وعندنا الوراق ديالنا هما باش استفدنا، عندنا الوراق باش استفدنا، وعندنا محضر اللي درنا مع السيد الرئيس نهار 23/3 وهاد الكاشيات ديالهم، يعني 25 كاشي في الهيئات، في السلطه وفي المجلس وفي جميع الجمعيات اللي كينتموا لساحه البيع. ها هو الى حين وجلسنا هنايا في هذه الساحه هذه يعني مؤقت، هذه غير مؤقت، وها البلان ديالها والمربعات ديالهم، ها الناس اللي استافدوا هما، ها لا ليست ديالهم، ها لا ليست ديال هاد البلايص هما. دابا اللي كنقول القرار التنظيمي اللي خرجوا لنا ها هو في 13 دجنبير 2019 ها هو، والماده السابعه اللي قهرتنا هي هذه، هي الماده اللي كتمنع بيع الجزر واللفت وجميع الديسير بانواعه. حنا هذا الشيء هذا راه الظلم في هذه البلاصه هذه، هذا الشيء كنا كنبيعوه بعناه عام وبعناه في المارشي القديم، هذا الشيء راه ظلم وحيف في هذه الطبقه هذه، على هذه الطبقه. الطلب ديالنا هو اننا حنا حاليا راه حنا فاتحين حوار مع السلطه ومع المجلس
البلدي وكنتمناو يكون خير. السلام عليكم، معكم رشيد العلالي، عضو المكتب النقابي لبائع الخضر والفواكه بسوق الجمله وعضو المكتب الاقليمي للتجار والمهنيين بعماله سكانيه مليول. احنا انا كنتمل الكلام اللي قال الاخ حافظ بالنسبه لهاد الناس اللي فرضوا علينا هذا القانون او القرار التنظيمي، فرضوا علينا في واحد الوقت في واحد الظرفيه اللي ما فهمنا فيها والو، لصالح بلا ما ندخلوا في التفاصيل كل شيء عارفها، لصالح بعض الاشخاص المحسوبين على رؤوس الاصابع، ماشي شي حاجه. وقصوا هذا المكتب بالضبط. شحال نتوما في هذا البلاصه من نهار تحول السوق من نهار 31؟ حنا عندنا 98 منخرط في ذاك الوقت، دابا راه ولاو عندنا 125 منخرط. في هذاك الوقت فاش استفدنا حنا كانت عندنا 98 منخرط وقصوهم كاملين. يلا عندنا اربع الناس ولا خمسه اصحاب القرعه دابا اللي خلاو، واش القرعه بوحدها هي اللي بين بيعنا في هذا المربع؟ راه عندنا الالتزامات، دابا راه درنا المسائل ديالنا، عندنا القوانين ديالنا، كنخلصوا القرارات ديالنا ومقبلين على مسجلين في سجل الضريبي، مقبلين على الضريبه. وما يمكنش لي انا هذه القرعه بوحدها اللي دايرها 98 واحد باش نخلص بها الضريبه ونخلص بها، مع العلم ان الناس خلصوا دابا يلا خلصوا 45400 لواحد، 50400 لواحد على التسجيل تقام عليهم تقريبا هذا القرار تقام عليهم بشي 3000 درهم الواحد، مع العلم اننا اللي ما كي ما عمرو زاول من نهار استفدا وكيمشي خصو يمشي قدام المحل ويكري ثاني باش يبيع ويشري فيه. وكل واحد علاش هو كاين اللي شادها ب 200 درهم في النهار، وكاين اللي شادها ب 250 درهم الفياج. البلاصه الشارع ماشي الشارع، الملك العمومي، راه تشوفوا كل شيء. راه السيد كيكون في المحل ديالو كيبيع سلعته في محله وكيكري قدام المحل، راه ماشي المحل. ما كنهضروش على الناس اللي شاد المحل كامل، كنهضروا على اصحاب خيزو بالضبط واللفت اللي حيدوا من هنا فين تحولوا، راه تحولوا عند اصحاب البنان وتكرى لهم في الملك العمومي، راه ما تكراش لهم المحل. وما عرفت انا هاد الناس فين كانوا وفين هاد الناس فين هما اللي كيشوفوا هاد الحاله وساكتين عليها. وانا عندي مربع ديالي وغنفوتو نمشي نكري في الشانطي، كون غير كنمشي نكري في المحل نقول له اودي جمع فوق، حتى مول المحل الله يحسن له، وانا حنا ما نضربو في شي واحد، تبع حتى هو المسائل ديالو، خصني على المحل انا نمشي نكري، ماشي نكري للملك العمومي على عيون كلشي كلشي كيشوف. وانا عندي مربع ديالي خاوي، هادشي راه ما كي عندي الاستفادة ديالي، وملزم دابا ملزم حاليا باش نخلص المسائل ديالي للجامعة للضريبة ومنين غنجيبها انا ماشي شغلي. مع الناس تحاورتوا معاهم علاش داروا لكم؟ حاليا كنقول للمجلس القديم الله يغفر ليه الله يسمح ليه، هذا المجلس الحالي نتمناو خير، ما لا ما المهم المراسلات رغم الحوارات رغم مازال ما كاين لا الرفض لا القبول، نقولوها بصريح العبارة باقي كنترجعوا خير. وحاليا دابا رصيتنا مراسله كنتسناو الرد ديالها تجينا نشوف واش فيها، فهمتونا؟ الله يرحم لكم الوالدين والله ما يسر الجميع. اولا كنحيي قناه عبر على الاستضافه اللي تخلينا نعبروا على الموقف ديالنا تجاه هاد الحيف ديال الماده 7 اللي تكلموا عليها الاخوان من القرار المنظم. حنا راه حنا ايدينا مفتوحه لدى الجميع، اللي من شأنها أننا نطلقوا حلول اللي هي ناجعة اللي هي معقولة وتطبق على أرض واقع. راه لا يعقل أنني نستافد ونأدي الواجبات الاحتلال المؤقت للملك الجماعي للمجلس البلدي والانخراط في العملية ديال الضريبة إلى آخر الموضوع، ونمشي نقلب على بلاصة أخرى اللي نزول فيها المهنة، وبالتالي ما الجدوى من هذه الاستفادة؟ ما عندها حتى شي جدوى. لهذا كنطلب من المسؤولين الله يجزيكم بخير، كل من موقعه وكل في اختصاصه، انه يحاولوا يتلاقوا معنا حل، لان حنايا كنقلبوا على الحلول السلميه المعقوله التي من شانها تصون الكرامه ديال هذا التاجر لا اقل ولا اكثر. حنا تجار بمعنى الكلمه، كنا كنزاولوا وما زلنا كنزاولوا، جينا لهذا الوقت وحبسنا لماذا؟ حنا كاين علامات استفهام، الجواب غادي يكون عند المسؤولين. حنا استفدنا فعلا، كان البادره طيبه من السيد العامل على عمليه انسجان ايت ملول ولا المجلس البلدي، ولكن احنا راه حنا مازال لحد الان نتخبط في مشاكل، واكبر مشكل هو الماده 7. لهذا كنطلبوا من المسؤولين انهم يعدلوها ويريحوا معنا الطاوله حوار في اطار مقاربه تشاركيه التي من شانها ان تصون كرامه التاجر ليس الا لا اقل ولا اكثر. شحال انتم في هذه البلاصه وبغاو يحيدوا؟ احنا تحولنا من المارشي القديم في 2019 بناء على المحضر ديال التوطين ديال هذه ساحه البيع بصفه عامه، هذه ساحه البيع كتعتبر ساحه البيع مؤقته الى حين استكمال التوسعه. الى حنا غنستمروا بالطريقه بحال هكا منين غنجيونا هاد الفلوس باش نخلصوا هاد الواجبات اللي ترتب علينا من ضريبه ومن احتلال مؤقت.
لهذا كنطلبوا من المسؤولين مره اخرى الله يجزيكم بخير، ريحوا معنا طاوله حوار، ايدينا مفتوحه للجميع للتوصل الى حلول اللي يمكن لها توصل لنا الكرامه ديالنا ليس الا. السلام عليكم، معكم خالد الحاربي وشريف سوق الجملين زكان للخضر والفواكه. حنا سيدي في هذه البلايص هذو كنا استفدنا في هذه البلايص، كنبيعوا نشرو في الخضره في كل شيء بصفه عامه، الخضره خيز وكل شيء الديسير كنبيعوا نشرو فيه. دوزنا عام وحنا كنبيعوا نشرو في الديسير ديالنا وسميتو غاديين بخير وعلى خير، حتى واحد كينزل واحد القرار التنظيمي كنتفاجئوا قال لك اسيدي انت ممنوع تبيع، ممنوع تبيع الديسير، ممنوع تبيع خيزو، ممنوع تبيع اللفت، ممنوع تبيع البصله. كنتو كتبيعوا؟ كنا كنبيعوا هادشي في مارشي قديم، كنا كنزولوا هادشي وجينا دابا حتى هنا وكنزولوا هادشي عام وحنا كنزولوا فيه في المهنه ديالنا، عام وحنا كنزولوا في هادشي. فجينا سيدي كاين سميتو كينزل على قرار تنظيمي قال لك اسيدي هادشي ممنوع تبيعوا. هاد الديسير اصلا حنا كنجيبوه غير عند مولاي الماكس، كنجيبوه عندهم وكنعاودوا فيه حنا نبيعوا هنا وكنعاودوا فيه البيع. هي هذيك اسيدي حنا واش انا كنبيعوا نشري في الديسير، انا كنبيعوا نشري في الديسير حياتي كامله، انا 10 سنين انا كاين في السوق كنبيعوا نشري في الديسير، وتجي انت تجي انا حياتي كامله انا كنبيع في الديسير ويجي واحد يقول لك اسيدي لا الديسير ما خصكش تبيعه، انا ما كنعرفش نبيع القرعه، ما كنعرفش نبيع البالبه، ما كنعرفش نبيع هادشي، انا ماشي حريفي ديال هادشي. واش انا نولي انا نولي نتسلط على شي حاجه من حريفي يجي انا نبدا نبيع ونشري فيها، نبدا نهرس الصحاب ديالي ونبدا نهرس حريفيه بحال بحالهم؟ لا، انا سيدي كنبيع ونشري في الديسير خصني نبيع ونشري في الديسير. انا عندي 10 سنين جيت دخلت لهذا السوق كنبيع ونشري في الديسير، خاصني نبيع ونشري في الديسير. الطلب ديالك؟ الطلب ديالنا هو خص المجلس الجامعي يدير معنا شي حل لهادشي، حتى هذا القرار هذا راه القرار هذا درنا بزاف، هذا القرار تشرضوا عباد الله، قسما لك بالله كاين عباد الله هنا في هذه الازمه وداك الشيء بلا ما ندوي عليه، كاينين عباد الله هنا اقسم بالله الا عندهم بلايص ديالهم بالبلايص ديالهم في المارشي ديال انزكان ووالي ووالي ولاو ما عندهمش قسما لك بالله باش يتعشاو ليله وحده. هذا الشيء راه بزاف، هاد الناس راه وتا تصور بيا عشري ولات عنده كروسه ولا كيدير كروسه ولا كيتسخر به هنا، كان كيبيع عشري ولا سميتو حيدوا ليه الحرفه ديالو ولا كيدور هنا ولا دير كروسه. كاين اللي مسكين مريح، كاين اللي مريض، كاين اللي صافي خلى هاد البلاصه وزاد هاد دابا البلايص كاملين اخاوين. دابا شوف ها الصف كامل اخاوي. الرساله ديالك للمسؤولين؟ الرساله ديال المسؤولين هما يديروا شي حل في هادشي ويريحوا معنا الطاوله ونتحاوروا، حيت هادشي راه ضرنا بزاف. انا بعدا بصفتي كنضرب صفتي انا بعدا ما كنعرفش نبيع ونشري في الخضره، هي الاولى خضره ما كنعرفش نبيع ونشري فيها. انا تزدت بعدا كنعرف نبيع ونشري في الديسير وفينا عطاونا بلايصنا سمعنا فرحنا، راه حنا جدينا بلايصنا وبخير وعلى خير، بنكونوا حتى حنا انسان وكنكونوا بيع وشرايه معترفه بهم الدوله. تتفاجئنا بالله قال لك اسيدي خيزو اللفت ممنوع يكونوا في القاعه، علاش؟ الله اعلم. اي بلاصه في المغرب اي سوق في المغرب مشيتي ليه تلقى فيه جميع الخضر والفواكه، ماشي غير هنا فين زكان. هذا القرار فين زكان التنظيمي داروه ما عرفناش كيفاش داير، ودي الا جيتي تشوف دابا هذا القرار التنظيمي هما الناس ديالهم ما كاينش شي قانون. سير دابا تبقى الكاميوات على الطريق كيبلاصو كيبيعوا يشرو فوق الطريق، وقرار التنظيمي فيه بالله دي السلعه تخويها وتزيد فحالك. وحنا دابا جاو حنا حكروا علينا، غير حنا راه حنا قاعدين دابا غير كندورو راه ما كنديرو والو، عطاونا البيع باش نبيعو ونشرو، احنا جالسين خاوي البلايص ديالنا، هذا تبعنا الضريبه، تبعنا المرابحه، تبعنا الكرا، باش غنخلصو لهم هذه الكرا الا ما خزولنا المهنه ديالنا حنا؟ كنبيعو خيزو واللفت، انا ما كنعرفش شي حرفه من غير خيزو واللفت، انا كبرت خيزو واللفت، هو فاش كنبيعو ونشري انا؟ مغيرو ما كاين والو، هذا دابا كندور، حيدو علينا تما كندور، احنا عطينا محمل المسؤوليه وكنخلصو دابا غنخلصو الضريبه وغنخلصو المرابحه، مين غنجيبو حنا هاد الفلوس باش نخلصو؟ مدابزين مع المعيشه اللي غاليه دابا، مدابزين مع الماء والضو، ومدابزين مع الوليدات والكرا وبزاف تاع المشاكل، واش غنديرو حنا؟ نموتو؟ هادوك خدامين اللي هادوك اللي في المارشي القديم كيشدو قدامهم 6000 ريال 8000 ريال في النهار، سكتوا ما قالوا والو، دابا من جا مجلس البلدي عطانا بقيعه ديالنا وفرحنا بهم، قال لك مشاو، قال لي لا سيدي هادوك الناس ما يزاولوش هذيك المهنه تما، علاش؟ الله اعلم. واش هذيك المهنه هي حرام؟ هذه المهنه حرام، هذه ما تتباعش. علاش بطلت هذه المهنه؟ بغاو ما نعرف، حيتاش هما ديك الساعات كانوا في المارشي قديم كانوا كيستغلوا قدام البلديه كاع ماشي حتى قدامهم، وكيشدوا كل واحد اللي باي بلاصي كيشدوا عنده 4000 ريال كيبلاصوا، من تحيدت لهم ديك البزوله جاوا لهنا بيحيدونا باش رجعوا عندهم حنا لهي باش يشدوا عندنا ديك مليون في الشهر ثاني، فهمتي؟ جي انت موت خصك تخلص لهم الكرا ديالهم، موت انت ما كيعرفوا هما، تخلص لهم الكرا ديالهم. وحنا دابا من جينا وشدينا المحلات ديالنا قال لك لا خيزو اللفت والديسير والبصله حرام في المارشي،
الا كان شي مارشي في المغرب كيتمنع منه الخضر والفواكه حتى حنا سيدي نزيدو في حالتنا. ماشي دابا حنا قاعدين كاري عند مولي البلد كنعطيو من الطرف تاع الفلوس وما كنصوروه كاع مدبزين على الكر ديال مولي المحلات. كتجي بايش تاع الف دابا تشري بدرهم كتخلص كيتقام عليك ب 23 ريال 23 ريال في المتاح. حنا كمثال 23 ريال كتجي انت خصك تبيع باكثر من 23 كيشدك السوق تبيع ب 16 10 ما يعقلش عليك مول المحل. ولا ما كتجيب البياج يوميا يقول لك مول المحل سير في حالك جيب واحد اخر. انا احنا جينا سيدي جدينا محلاتنا انا جراو علينا فيهم ليه ديك النهار تحلنوا علينا دابا حرام عليكم. السلام عليكم. رسالتك اليوم لهاد المسؤولين شنو غتقول لهم؟ نقول لهم اودي بينا رجعوا للمحل عطيتونا محلاتنا رجعوا لهم ونخلصوا القوانين ديالنا باش بين نخلصوا القوانين. الا ما ردينا السلعه ديالنا الا ما كنبيعوش في خيزو الفت انا باش بين نخلص هاد القوانين راه ما عنديش انا دابا مع الوقت والمعيشه والمسائل راه تقهرنا راه 3 سنين ولا 4 سنين حنا صابرين. ديك النهار حنا تعاوننا معاهم وتحولنا وجينا مريحنا جدينا محلات ديالنا خدامين كنصوروا ديك 3000 4000 ريال انت والنهار ما تصور والو نهار تصور شويه وغادي ماشي شي حاجه هي كثيره. هما راه دابا في المحلات ديالهم بخير وعلى خير كاين اللي كيبلاصي الكاميو ب 40000 ريال النهار ما يشوف فيكش انت الدريويش. انت كبغيتي غير 200 درهم ولا 150 تعيش بها ولادك والمعيشه دابا غاليه وكلشي. كاين هاد الزيادات ما بقيتي كتربح والو عليا بلي من الله شاهد عليا ما كنخدموا غير نهار في السيمانه. وراك عارف انت لفت شكون كياكل لفت واحد النهار في السيمانه اللي كيتكلفت كتسنى انت ديك الخميس كتهز ليه الرجا باش تبيع وتشري في اللفت. ورغم داك الشيء كلشي حيدوا لك البقيعه ديالك 3 على 3 9 متر وحاضينك عليها. كتشوف الدرويش محظور ومحقور الدرويش بزاف. هذا الشيء حنا هنا دايرين بحال البحر الحوت الكبير كياكل الصغير التجار الكبار كياكل الصغار. التجار الكبار بغاو يحاربوا هذا باغي يحاربوا هذا السلاح حيتاش باش انت تحول عندهم ويكرو قدامهم وراهم باش يستافدوا هما كل واحد لاباس عليه ما خاصو حتى خير وحقروا علينا. حنا راه حنا رجع في الله بينا كاين الله كاين الله فوق هذا الشيء كامل. وحنا كنطلبوا من جريش البلدي الله يرحمه حتى هما يلا جا الرئيس وقف معانا عطانا القرار ديال الله يجازيه بخير. غير هذا القرار التنظيمي ديال الماده 7 راه حنا مشينا فيها. حنا راه تحقرنا لافان واش مشيو نكشطوا عباد الله؟ واش هذاك خيزو ولفت هو كيف؟ حشيش شراب حرام هو ما يتباعش المارشي ديال ينزكان. علاش اصاحبي علاش؟ علاش هذيك الماده ما تباعوش يوقفوا معانا ويديروا معانا حوارات وقلنا سيدي سيدي شنو اش داركم؟ لا عيطوا مالي نخيزو يا سيدي هاد الناس مالهم؟ تقادوا معاهم وتفاهموا مالها تاهما غيديروا واش تاهما بيصوروا على الطرف تاع الخبز؟ راه ما كيبيعوش الكيف. واش هذا المارشي شر بلاكاش فيها؟ بلاكا فيها بائع الخضر والفواكه بسوق الجمله بانزكان وليس في الجمله ماشي ممنوع خيزو واللفت. علاش هاد خيزو واللفت وهاد البصله وهاد الديسير على مالهم هما؟ الديسير راه كيتشري مع مالين الديسير كيتقداو عند صحاب المحلات ياك سمعتي؟ مالين الديسير صحاب المحلات كيجيبوهم هنا نيت كيتصوروا معاهم شويه ويجيبو مسكين عليا باليمين. الا كنشوف مول الديسير هنا الا كيموت كيجيبو عويد تما هنا كيصحى كيصور راه ما كيصور والو.